الموضوع عن الزوج يسأل: هل يجوز وضع كاميرات في البيت لمراقبة زوجتي؟ ما بيجوز، لأن الله قال: ولا تجسسوا. أهل زوجتي أخذوا زوجتي عقب مشكلة، فماذا أصنع؟ إيه والله ما في زوجين إلا ويصير بيناتهم قال وقيل، وما بيجوز ياخذوا بنتهم يخربوا بيتها. أبعت أهل فضل يحلوا المشكلة بيناتكم. زوجتي لا تطيعني في كل شيء، ماذا أفعل؟ زوجتك ناشز، احكي معها بالكلام الطيب واهجرها بالفراش، وإذا ما مشي الحال اضربها ضرب خفيف، لأن الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن. زوجتي لا تصلي، ماذا أفعل؟ انصحها وأمرها بالصلاة، لأن الله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. زوجتي تحكي كتير وتنق كتير، ماذا أصنع؟ هي تحكي، أنت اسمع، أنت لا تحكي، اصبر عليها. زوجتي زارت قبر زوجها الأول، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، هي وفية. زوجتي مريضة، هل أنا مجبر بعلاجها؟ جمهور العلماء يقولون أنه أنت مانك مجبر، مثل ما الزوجة ليست مجبرة بخدم زوجها، فأنت كمان لست مجبر بعلاجها، بل هو على الاستحباب، وخدمة الزوجة لزوجها كمان على الاستحباب. زوجتي ترفض أني أتزوج بالثانية. لا تتزوج، أنت حر يا أخي، أنت قدر مصلحتك وين. هل يجوز أن أجبر زوجتي على الوظيفة والعمل؟ ما بيجوز، أنت المسؤول عليها وعلى نفقتها، ولو كانت بتملك، لأن الله قال: الرجال قوامون على مين؟ على النساء. زوجتي تطلب بيت مستقل عن أهلي. إيه تطلب، وخاصة إذا في مفسدة وحماتة تعمل له مشاكل، أو كان في إخوان الشباب بالبيت. زوجتي لمست إيدي في هل أعيد الوضوء؟ ابن عباس يقول: لا ينقض الوضوء، لأن عائشة مست رجل النبي وهو ساجد ولم يخرج من صلاتي. في قول آخر لابن مسعود يقول أنه ينقض الوضوء. زوجتي توفت، هل يجوز أن أغسلها؟ نعم يجوز، عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه، وأسماء بنت عميس غسلت أبو بكر كانت زوجته. زوجتي ترفع صوتها علي، ماذا أفعل؟ ادعي له. زوجتي أحيانا تمنعني من حقوقي في الفراش، يقع عليها اللعن من الملائكة، طبعا إذا ما كان بالعذر الشرعي، قول النبي: أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل يجوز أن أطرد زوجتي من بيتي عند حدوث مشكلة؟ لا والله ما بيجوز، حتى إذا طلقت طلاق أول أو طلاق ثاني ما بيجوز تطردها من بيتها، لقول الله: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بشو بفاحشة مبينة. هذا والله أعلم، سلام عليكم.